الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل الوزاري يستهدف تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واشنطن تجري عبورا بحيا وجويا في مضيق تايوان الأسبوع القادم، وبكين تكشف عن إجراء مناورات عسكرية بمنطقة تشينجيانغ. روسيا تعلن سيطرتها التامة على بلدة بيسكي بدونتسك وكيافة في ذلك، وتؤكد أن القتال ما زال متواصلا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعديل الوزري الذي دعا له مجلس النواب اليوم للانعقاد يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وخلال تدوينة له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي أن التغييرات التي تم التوافق عليها بعد التشاور مع رئيس الوزراء ستسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري. وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. وعقب دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد، وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على التعديل الوزري، وجدد النواب الثقة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وشملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزرية، هي وزارة التعليم والتعليم العالي، الصحة، الري، الهجرة، السياحة والأثار، التجارة والصناعة، الطيران المدني، القوى العاملة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، الثقافة، والإنتاج الحربي. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية.
وقع مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية. يهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة لخريجي الكلية الحربية للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وقع اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية. ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسؤولي جامعة القاهرة وعدد من طلبة الكلية الحربية. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مراسم توقيع بروتوكول التعاون للاستفادة من خدمة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. قام الوزير بالتوقيع على البروتوكول مع مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة اللواء بكر محمد البيومي. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة لتأدية خدماته الحكومية للمواطنين على أعلى مستوى. ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة بشتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14,869 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 557,652 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,903 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1,820 طن و660 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4,945 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 27 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,740 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 469.5 طن. كما تم ضبط 171 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 363.5 طن سلع مدعمة متنوعة.
وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 865,585 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 269,033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4107 من قائدي المركبات. تبين إيجابية عدد 186 سائقا منهم. كما تم المرور على 42 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 170 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين مطابقتها جميعا لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 336 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 9,518 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 1,307 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,852 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,644 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,676 مخالفة ملصقات وضبط 52 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 372 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,343 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 73,615,666 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 307 قضية، من بينها 146 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و 161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية بقيمة مالية بلغت 23,755,337 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,538 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,271,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,656,807 جنيها. كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية، وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 59 طنا في مجالي حجب
حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 52 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، كما تم ضبط 754 قضية في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 70 طنا من الأقماح المحلية في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. يشهد وزير الخارجية سامح شكري رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر غدا الأحد إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة، وتبدأ الدورة الأولى بتدريب 20 إعلاميا سودانيا وتستمر لمدة 4 أسابيع. وذكر المجلس الأعلى للإعلام أنه سيتم خلال الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، فضلا عن تنظيم عدد من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة. ويشمل برنامج تدريب الإعلاميين الأفارقة على دورات تدريبية متخصصة للصحفيين الشبان والإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية. أعربت مصر عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها مع السعودية في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف، ودعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين والمقيمين، مثنية على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا، ومعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. وأكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون آسيا كارت كامبل أن القوات الأمريكية ستواصل رغم التوتر التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع الالتزام طويل الأمد بحرية الملاحة. وأضاف أن هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحرية وجوية اعتيادية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة، في حين لم يتطرق إلى نوع الانتشار المؤازر للمناورات، كما لم يعلق على طبيعة العمليات الخاصة بالعبور عبر مضيق تايوان أو توقيتها. في الأثناء، بث التلفزيون الرسمي الصيني لقطات لتدريبات بالذخيرة الحية تم إجراؤها مؤخرا في منطقة تشينيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي. كما بث التلفزيون الصيني إجراء تدريبات عسكرية أخرى جرت في البلاد منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي. وأظهرت كاميرات المراقبة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وإقلاع طائرات مقاتلة للتدريب الليلي، بالإضافة إلى تدريبات مختلفة للمشاة. كانت التوترات تصاعدت بين الصين وتايوان بعد زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وأجرى الجيش الصيني تدريبات بحرية وجوية في مناطق قريبة من تايوان منذ 4 أغسطس. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التايوانية أن 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها. صرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أنه يجب على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العودة للمفاوضات مع روسيا.
وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف إن أفضل حل لواشنطن لتجنب الهزيمة مثل ما حدث مؤخرا في أفغانستان هو إجبار الرئيس الأوكراني على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان. وأشار دارتشيف إلى أن استمرار واشنطن وحلفائها في الاتحاد الأوروبي بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى إطالة معاناة السلطات في كييف وإطالة أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا. أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار القتال العنيف في قرية باسكي الواقعة في شرق أوكرانيا نافية إعلان موسكو سيطرتها على المنطقة. كان الجيش الروسي قد أعلن فرضه السيطرة الكاملة على قرية باسكي في منطقة دونتسك، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيانه اليومي، قال إنه نتيجة لهجوم من قوات الجيش الروسي تم تحرير مستوطنة باسكي، مضيفة أن أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا قتلوا وأصيب 300 نتيجة للقصف الصاروخي الروسي في منطقة خاركييف. استبعد مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وجود أي تهديد وشيك لسلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. وحذر المسؤول الأمريكي في الوقت ذاته من تغيير الأوضاع بشكل سريع هناك. وأكد المسؤول أن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب المحدودة شمالي خاركييف وتواصل عملياتها الهجومية في خرسون. وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير غوف بأن قصف محطة زاباروجيا الكهرودارية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير عن توجيه اتهامات لمواطنين من بريطانيا والسويد وكرواتيا في دونتسك إثر مشاركتهم في القتال ضد روسيا. وشدد بلينكين على ضرورة التزام روسيا باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب. قالت الأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين تحملان الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وذكرت الأمم المتحدة في بيان وزعته في جنيف أن السفينتين ستغادران من ميناء تشيرنوموركسك. وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش من مركز التنسيق المشترك كانت قد أنهت أمس تفتيش سفينتين للمغادرة من ميناء أوديسا الأوكرانية، كما سيقوم بتفتيش سفينة أخرى متجهة للخارج، وأن العمل يتم وفقا للإجراءات المتفق عليها بالمركز، حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة هذا الشتاء على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية. وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني إنه ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة ما عدا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية، وتحث حكومة المستشار أولاف شولز منذ عدة أسابيع على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تداعياتها على القطاع.
حذر تقرير لصحيفة تايمز البريطانية من شبح مجاعة عالمية، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا، متطرقا لما يعاني منه مزارع القمح في البلد التي تشهد حربا روسية. وجاء في التقرير أن نصف مزارع الحبوب لن يزرعوا محاصيلهم العام المقبل ما لم يتم زيادة الصادرات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا. وأشار إلى أنه في حين سمح لعدد قليل من السفن بالمغادرة، دخلت سفينة فقط الموانئ المتضررة منذ إبرام الصفقة. وقال إن الكثير من المزارعين لا يمكنهم تحمل تكاليف زراعة محاصيل جديدة دون الحصول على قيمة محاصيلهم الحالية، ما يزيد من احتمالية حدوث مجاعات في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 5.8% في يونيو 2021. أشار المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء إلى أن أسعار الخدمات وصلت إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لأول مرة منذ 27 عاماً تواجه فرنسا ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 5.8% في يونيو بحسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء في تقديره النهائي، وهو أعلى مستوى منذ شهر يوليو من عام 1985. معهد الإحصاء الفرنسي أفاد بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة. وتراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، وساهم ذلك في تباطؤ وتيرة ارتفاع تكلفة الطاقة في فرنسا إلى 28.5% في يوليو على أساس سنوي بعد ارتفاع وصل نسبته 33.1% في يونيو. كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت قد بلغت 3.3% الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% في الشهر الماضي. وخلال شهر ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 3.1% بعد أن كانت بلغت ارتفاعا بنسبة 7.1% في يونيو. كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق والذي يستخدم كأساس للمقارنات الأوروبية بنسبة 6.8% خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5% في يونيو الماضي. التاسعة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. التغيرات المناخية تتسبب في استمرار الحرائق بأوروبا واحترار قياسي في الصين وإعصار باليابان. أكد البرلمان العربي تضامنه مع السودان إثر الفيضانات والسيول التي تعرض لها، وأودت بحياة قرابة 51 شخصا إلى جانب تضرر مئات المنازل. دعا البرلمان العربي الدول العربية إلى دعم السودان في هذه المرحلة الحرجة وتوفير كل ما هو ضروري له في من معدات وأجهزة ومواد بناء ومستلزمات طبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية. وأعرب البرلمان العربي عن استعداده لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات.
تتواصل موجة الحر في أجزاء كبيرة من فرنسا قبل هبوب العواصف الرعدية والمطرية في وقت لاحق من اليوم من جهة الغرب. وتعتبر تلك الأمطار عامل مساعد لعناصر الإطفاء في مكافحة الحرائق في جيروند وجزر لاند. يأتي ذلك فيما حضرت قائدة الشرطة في جيروند من أن النيران لا تزال مشتعلة على الجانب الغربي، مشيرا إلى تعبئة 1000 عنصر إطفاء. موجات حر وجفاف تاريخية، هكذا وصف الوضع في بعض أجزاء من أوروبا، إذعان الملايين في جميع أنحاء القارة العجوز من أشد الظروف المناخية المسجلة حرارة وجفافا على الإطلاق. فرنسا كانت الدولة الأكثر تضررا من موجة الحر هذه، حيث وصل عناصر إطفاء من دول أوروبية عدة إلى فرنسا لمساعدتها على مكافحة حرائق تلتهم غابات بسبب موجات حر شديدة، بينها حريق هائل في جنوب غرب البلاد. وتوجه أكثر من 360 من عناصر الإطفاء الأوروبيين إلى جنوب غرب فرنسا لدعم 1100 عنصر إطفاء يعملون ليلا ونهارا لاحتواء حريق هائل اشتعل مجددا في لانديراس في جنوب غرب البلاد، حيث احترق نحو 140 كيلومتر مربع خلال يوليو الماضي، إذ يعد الشهر الأكثر جفافا في فرنسا منذ عام 1959. وفي بريطانيا أعلنت السلطات أن مناطق شاسعة من البلاد انزلقت رسميا في موجة جفاف، وحثت السكان والشركات في المناطق المتضررة على الحفاظ على المياه قدر الإمكان في أكثر صيف جفافا منذ 50 عاما. وفي إسبانيا تحسن الوضع في مواجهة حرائق الغابات في منطقة جاليسيا في شمال غرب البلاد، حيث احترق أكثر من 40 كيلومتر مربع خلال أسبوع، ويقترب عناصر الإطفاء من السيطرة عليها. علاوة على ذلك، تستمر حرائق الغابات في الاشتعال في بلغاريا والجبل الأسود إلى جانب البرتغال، التي تم فيها حشد أكثر من 1500 رجل إطفاء لإخماد حريق مشتعل في إحدى المحميات الطبيعية، وقد دمر حوالي 100 كيلومتر مربع. خلال هذا الصيف احترق أكثر من 6000 كيلومتر مربع في جميع أنحاء أوروبا بالفعل في حرائق الغابات. ووفقا للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإنه من المنتظر ارتفاع درجات الحرارة في جميع المناطق الأوروبية بمعدل يتجاوز المتوسط العالمي. سجلت عدة مناطق في الصين درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، بما في ذلك مدينة تشونغجيانغ الرئيسية في جنوب غرب البلاد، والتي وصلت بها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية. وفي إقليم تشينغيانغ الذي يضم العديد من المصانع، قال مسؤول في الأرصاد الجوية، قال إن الإقليم الواقع في الشرق حطم الرقم القياسي السابق لعدد الأيام الحارة هذا العام، وكانت بعض الأقاليم مثل هوبي وهونان وتشاندونغانغ وفوديان من بين الأقاليم والمناطق التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 38 درجة. أعلنت اليابان إلغاء 65 رحلة جوية بسبب اقتراب إعصار ماري من الساحل الشرقي لليابان. وطلبت السلطات من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء. وتوقعت الأرصاد اليابانية أن يصل مستوى المياه إلى 30 سنتيمترا على أجزاء من وسط هونشو، مما قد يؤثر على حركة السياحة، حيث يقضي العديد من اليابانيين العطلات مع أسرهم في هذه الفترة. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار مجلس النواب مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية. ووصف الرئيس الأمريكي إقرار المشروع بالانتصار للشعب الأمريكي، مضيفا أن العائلات الأمريكية ستلاحظ انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة. Today we received news that our economy had 0% inflation.
في تصويت نهائي أقر الكونغرس الأمريكي خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، خطة وصفت بأنها ستضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها إزاء خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري. مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، لا يزال يحتاج إلى توقيع بايدن ليصبح قانوناً نافذاً. الديمقراطيون دفعوا بغالبيتهم في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بعد تصويت سابق مماثل في مجلس الشيوخ. وفور الإقرار قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من خلال هذه الخطة ستلاحظ العائلات انخفاضاً في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة. من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيولوسي أن هذا القانون سيسمح للعائلات الأمريكية بالازدهار وللكوكب بالصمود. في المقابل يعتبر المعسكر الجمهوري أن نص الخطة سيؤدي إلى نفقات عامة غير ضرورية، ورغم ذلك تشكل هذه الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030. ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأمريكي والتي يرجع تكاثرها إلى الاحتباس الحراري. كذلك ستمنح إعفاءات ضريبية للصناعات الأكثر تلويثا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة. كما يقر النص استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيا. انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسى علم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة وقعت الكشف على 127 حالة بمختلف التخصصات الطبية مع صرف العلاج بالمجان والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. وقد تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين. وأوضح مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أن القافلة تضم عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. المبادرة النهاردة فيها 12 عيادة بيتقدم خدماتها التخصصية بالمجان تماما، زائد معانا صيدلية فيها جميع أصناف الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية اللي موجودة معانا. وزارة الصحة مدعمانا بعربيات وعيادات متنقلة فيها جميع الأجهزة الطبية اللي بتخدم التخصصات اللي فيها، زي عيادة الأسنان، زي عيادة النساء بالصنارة، زي عيادة البطنة بالصنارة، زي عيادة الأنف والأذن والحنجرة، عيادة الرمد. العيادات دي مجهزة بأحدث الأجهزة اللي بتخدم التخصصات الطبية اللي هي شغالة فيها. إن شاء الله بيتم تجهيز قافلات طبية، والنهاردة في قافلة طبية بأبو سعادة الكبيرة بأم رزق، قافلة فيها جميع الخدمات وجميع الأفاق وجميع العلاجات ما شاء الله، وفي تجهيزات كويسة جدا وفي معطيات للمواطن ما شاء الله شاملة جدا. بيطلع المواطن هنا، بيدخل المواطن ما شاء الله بيطلع ما شاء الله كده بالخدمات الموجودة في القافلة. القافلة الطبية بتساعد المواطن على حتى تجهيز حالته، أو في بيبقى في تحويلات كمان هنا اللي أنا عرفته، اللي في تحويلات موجودة في القافلة الطبية بتتم تحويلها للمستشفيات العام كتجهيزات عمليات وما شابه ذلك. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. قافل عبارة عن مستشفى متنقلة بيتم تجهيزها بكافة التجهيزات اللي بيحتاجها المواطن من تجهيزات طبية ومن تجهيزات إنشائية، زي ما حضرتك شفت معانا ان احنا بنبدأ نجهز الاستراكشر بتاع المكان عشان خاطر ان هو نقدر نقدم منه الخدمة المطلوبة.
شهدت قرية الجزائر بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت لمدة يومين. وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 450 حالة من أبناء القرية. من جانبها أوضحت مديرية الصحة بالمحافظة أن قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت الشهر الماضي في توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى، حيث تم الكشف على ما يقرب من 5000 حالة استفادوا من أعمال المبادرة الرئاسية. وإحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجاً، والقوافل دي بيتم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، بالإضافة طبعاً إن إحنا لو في حد محتاج تدخلات جراحية بنحوله لأقرب مستشفى وبيتلقى العلاج هناك، العلاج الجراحي، ولو في أي أدوية بتصرف في القوافل طبعاً لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية. شهدت محافظة أسيوط افتتاح مكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة تضم أمهات الكتب والكتب التراثية وكتب الأطفال. تضم المكتبة أكثر من 30,000 كتاب في مختلف المجالات الثقافية، وتخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مكتبة مصر العامة بأسيوط أول مكتبة عامة بمحافظة أسيوط. المكتبة بتخدم جميع فئات المجتمع في أسيوط من أعمار من بداية من 3 سنين لحد فوق سن 60. المكتبة فيها 30,000 عنوان، 30,000 كتاب تشمل جميع المجالات، بالإضافة للمخطوطات والكتب التراث الموجودة بالمكتبة، بالإضافة لتواجد نادي للطفل مدعم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة بالألعاب الخاصة بتنمية المهارات والذكاء وتعديل السلوك، بالإضافة لوجود بعض الأنشطة الكثيرة ثقافية فنية رياضية للأطفال. للأمانة طبعا حاجة جميلة جدا يبقى في مكتبة كبيرة بالشكل ده وجميلة وعلى قدر عالي من النظافة والاهتمام، والناس اللي فيها ناس محترمين جدا، وإن هي تبقى في حاجة زي كده في أسيوط تهتم بالطفل وبالأطفال في الوقت الفراغ في وقت الأجازة. ده افتتاح مبدئي، ولسه هيبقى فيه يعني حاجات تانية هتدخل فيها وألعاب وحاجات اللي فيه كونكت فرع عملاق، يعني حاجات تنفع للأطفال الصغيرين. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في نشرة التاسعة نتحول فيها إلى مصطفى مزار. تفضل. شكرا إمام منصور وشكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة أخبار جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس لمدة عام واحد. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لمدة عام واحد. كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى نحو 33 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2021. كما أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2022 مقارنة ب 3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي. أظهر تقرير الرقابة المالية تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 57.8%.
في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1787 دولارا للأوقيين. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 913 جنيه. بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1065 جنيه للجرام، في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 1217 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8520 جنيه. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، وذلك في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 98 دولارا للبرميل و15%، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتصل إلى 92 دولار و2.9%. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 75% لتصل إلى 3.5 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 1.19% لتسجل 8.77 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. أفاد تقرير بأن إنتاج الأرز في الهند قد يتدهور في العام الجاري، وتسبب تراجع تساقط الأمطار في مناطق الزراعة الرئيسية في الهند في تقليص الزراعات، ما يثير مخاوف من أن أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم قد تحد من صادراتها بعد فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفير الأمن الغذائي. نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الزراعة، نقلت أن إجمالي مساحة زراعة الأرز في الهند تراجع بواقع 12% حتى الآن في هذا العام، وتسهم الهند وحدها بنحو 40% من حجم التجارة العالمية للأرز. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشاط التاسعة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة ونعود فيها لاستكمال ما تبقى مع إلهام نمر وإيمان منصور. شكرا لك مصطفى ميزار على هذا العرض. قالت وسائل الإعلام الرسمية إن كوريا الشمالية ألغت إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى. جاء ذلك مع إعلان الزعيم كيم جونغ أون الانتصار على جائحة كورونا بعد 3 أشهر من أول اعتراف لها بتفشي الفيروس في البلاد. وترأس كيم اجتماعا بشأن فيروس كورونا وأمر برفع الحد الأقصى من إجراءات مكافحة الوباء المفروضة في مايو، مضيفا إن كوريا الشمالية يجب أن تحافظ على حاجز فولاذي قوي لمكافحة الوباء. وفي الصين، قررت السلطات في مدينة شنغهاي تمديد الإلزام بإجراء فحص فيروس كل أسبوع، كذلك الاختبارات المجانية حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة للسيطرة على الفيروس. ووفقا لإشعار رسمي فإنه سيتم منح من لم يخضع من المواطنين لاختبار الحمض النووي في غضون 7 أيام كودا أصفر على النظام الصحي في شنغهاي، وهو ما يقيد دخول بعض الأماكن العامة. وأوضحت السلطات الصحية في المدينة أنها رصدت إصابة واحدة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بدون أعراض في اليوم السابق. والآن مشاهدينا مع الأخبار الرياضية. مرة ثانية مع مصطفى ميزار. شكرا من جديد إلهام نمر وإيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة ثانية نستعرض فيها مع حضراتكم أخبار الكرة المحلية والعالمية. احتل منتخب مصر لكرة السلة آنسات تحت 18 عام المركز الثاني في بطولة إفريقيا والتي استضافتها مدغشقر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الهزيمة أمام مالي في النهائي. قدم منتخب مصر أداء مميزا طوال منافسات البطولة، وتمكن من تحقيق بطاقة التأهل لكأس العالم في إسبانيا بعد الفوز على منتخب مدغشقر صاحب الأرض. تم اختيار لاعبة منتخب مصر جنة الألفي
ضمن تشكيل الأفضل بالبطولة. اختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة مع مصر المقاصة غدا في 8 مساء بدور 16 لبطولة كأس مصر. يسعى الأهلي من خلال هذه المباراة لتحقيق انطلاقة قوية والتأهل لربع نهائي البطولة الأقدم في مصر، بعدما تأهل لهذا الدور بالفوز على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف في الدور 32 للمسابقة. يغيب عن الأهلي لاعبوه الأساسيون الذين قرر النادي إراحتهم واستكمال الموسم الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة. انطلقت وأطلقت شبكة بي تي سبورتس الإنجليزية تصويتا لاختيار أفضل تشكيل في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ تحويل اسمه إلى بريمير ليج، وذلك احتفالا بمرور 30 عاما على إطلاق الاسم الحالي للدوري الأقوى في العالم. اختير محمد صلاح نجم ليفربول ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي برفقة كل من زميله الحالي في ليفربول فيرجيل فان دايك وأسطورة الريدز ستيفن جيرارد. فاز مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة 4-0 على ضيفي بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما حقق أرسنال فوزا كبيرا بنتيجة 4 أهداف إلى 2 على ليستر سيتي. أما في مباراة أخرى فتفوق أستون فيلا بنتيجة 2-1 على إيفرتون. في الدوري الأسباني حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء سيلتا فيغو وإسبانيول، في حين فاز فياريال على بلد الوليد ب3 أهداف نظيفة. هذا وتقام الآن مباراة برشلونة أمام ريو فاليكانو. أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الأسبانية أن فترته الحالية مع الفريق ستكون هي الأخيرة في مسيرته التدريبية. أضاف أنشيلوتي أنه يتمنى أن يعتزل اللاعب وفريقه ريال مدريد على قمة كرة القدم العالمية. هذا وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في شهر يونيو من عام 2024 في نهاية الموسم القادم. انتهت وقفتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة ونعود فيها لاستكمال ما تبقى مع إلهام وإيمان. شكرا جزيلا لك مصطفى. شهدت شواطئ مدينة الغردقة حدثا فريدا من نوعه، حيث نرح فريق من باحثي علوم البحار ومحميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة هيبكا وفريق طبي متخصص في إعادة دولفين طيبة إلى البحر مرة أخرى. جاء ذلك بعد شفاء الدولفين بعد مرور أسبوعين من علاجه. وأشار الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالغردقة والمشرف على الفريق المعالج إلى أن الدولفين أثنى أنثى من ذوات الأنف الزجاجية ويبلغ طولها 2 متر. وكانت أجهزة محميات البحر الأحمر قد عثرت على الدولفين طيبة على أحد الشواطئ في حالة إعياء وإرهاق شديد نتيجة لتعرضها لجرح غائر وضعف في الوظائف العامة للجسم. اجتمعت عضوات فريق جريت جيرلز والبالغ عددهن 20 سيدة اليوم لقيادة الدراجات النارية على الطرق الوعرة والكثبان الرملية. يأتي ذلك قبل انطلاق بطولة دبي الوطنية للموتوكروس في سبتمبر المقبل. في هذه الصحراء الشاسعة بدبي والأجواء الصيفية الحارة اجتمعت عضوات فريق جريت جيرلز لقيادة دراجاتهن النارية على الطرق الوعرة والكثبان الرملية استعدادا لانطلاق بطولة دبي الوطنية للموتوكروس في سبتمبر. المجموعة التي تضم أكثر من 20 امرأة من الهاويات وشبه المحترفات تأسست في عام 2018 وأتاحت الفرصة أمام أكثر من 200 سيدة لتجربة تلك الرياضة منذ 2019 وشجعتهم على خوض التجربة. وتهدف المجموعة إلى جذب المزيد من النساء إلى مضمار السباق من خلال استعراض مهارتهن وشجاعتهن في ركوب الدراجات.
سباقات موتوكروس ليست مجرد رياضة ممتعة مليئة بروح المغامرة فحسب، بل هي أيضا نشاط مكلف ويحتاج للكثير من الأموال وأعمال الصيانة بجانب التدريب الفني والبدني. وتجتمع المجموعة عادة يومي السبت والأحد من كل أسبوع لممارسة تلك الرياضة، ويوجد مجموعات مختلطة تضم رجالا ونساء، فتتميز الرياضة بالتنوع الكبير. وتحتاج هذه الرياضة لدرجة كبيرة من المهارة للتحكم في الدراجة، وهذا يأتي بالتدريب والخبرات، لأنه في حالة ارتكاب أي خطأ فقد ينتهي الأمر بشكل سيء حقا. إذن هي محاولة من المجموعة لنشر هذه الرياضة التي يراها البعض خطيرة بين النساء، وإثبات أنها ليست حكرا على الرجال. والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية لدى مصطفى مزار. تفضل. من جديد شكرا إيمان وشكرا إلهام. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا وفي جولتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة، رطب ليلاً على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها تشير درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الإسكندرية فدرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25 يكون الجو فيها حار. في مطروح 31-24 يكون حار، في بورسعيد 32-25 يكون الجو فيها أيضا حار، في الإسماعيلية 36-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 36 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار، في العريش 32-24 يكون الجو حار، في طابة 34-26 يكون حار، في شرم الشيخ 38-29 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 37-29 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة ويكون الجو هناك شديد الحرارة. في أسوان كذلك 42 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى والصغرى 29 أيضا الجو شديد الحرارة، في الوادي الجديد 40 درجة 25 يكون الجو أيضا شديد الحرارة، في شلاتين 38-30 درجة يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 35-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن مشاهدينا الكرام، بعد استعراضنا لدرجات الحرارة نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. وصلنا مشاهدينا وإياكم إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل الوزاري يستهدف تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واشنطن تجري عبورا بحريا وجويا في مضيق تايوان الأسبوع المقبل. بكين تكشف عن إجراء مناورات عسكرية بمنطقة تشينيانغ. روسيا تعلن سيطرتها التامة على بلدة باسكي بنالسك، وكييف تنفي هذا وتؤكد أن القتال لا زال متواصلا. انتهت نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك إلهام، ازيك إيمان، عاملين ايه؟ كله يومك تمام؟ يومك طويل ومرهق النهارده. يوم لكن... طويل وصعب ومرهق وطارئ يعني، وتعديلات وزاريه وما الى ذلك. فالنهارده بقى ايه، الحلقه كلها هتبقى تعديلات في تعديل وزاره بالكامل يعني، فربنا يقدرنا. ان شاء الله اليوم صعب. اشكرك جدا إلهام، شكرا جدا إيمان، واستاذنكم نبدا فقراتنا.